السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض على موديل الإعلانات وعارضة الأزياء سلمى الشيمي الشهيرة بفتاة سيشان سقارة، والتي أثارت حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورها في المنطقة الأثرية في سقارة. وأوضحت مصادر أمنية أن مأموريات ألقت القبض على المتهمة والمصور وأربع إداريين ومفتشين اثنين لتقصيرهم في مهام عملهم. وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن أحد العاملين تعرف عليها في أحد الملاهي الليلية واتفق على تصوير جلسة تصوير في منطقة سقارة الأثرية. وبالفعل وصلت الموديل برفقتها ثلاثة أشخاص يتقدمهم المصور الفوتوغرافي الذي التقط الصور لها أمام هرم سقارة المدرج. وأضافت المصادر أنهم اتفقوا على أن ترتدي الموديل عباءة سوداء أثناء دخولها من بوابة المنطقة الأثرية حتى لا تلفت الأنظار، ثم تخلعها عندما تصل إلى موقع جلسة التصوير الذي يبعد عن البوابة الرئيسية للموقع الأثري حوالي 3 كيلو متر.